سلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي هذا المنتدى، منتدى سيف القدس. في هذه الحلقة الجديدة أبدأ طبعا بتوجيه التحية لأهلنا في فلسطين في مثلث الاشتباك المفتوح، سواء على جبهات غزة منذ العملية البطولية لمواجهة القناص، واليوم المظاهرات المفتوحة والتي يرجح يعني أنها ستكون جزء من مسار اشتباك وحرب سجال. المستوى الثاني هو ما نشهده في المناطق المحتلة عام 48 ومنطقة القدس، سواء تحت عنوان مساندة المعتقلين أو التحركات الشبابية أو ما جرى في غلاف القدس بإطلاق الأسهم النارية نحو المستوطنات، ما استدعى إخلاء من قبل قوات الاحتلال للمستوطنين، أو ما يجري في الضفة انطلاقا من جنين والاشتباك البطولي الذي سقط به عدد من الشهداء، وصولا إلى التحركات التي تمت تحت عنوان قضية الشهيد نزار بنات، والتي انتهت باعتقال أمن السلطة وأجهزتها لعدد من القادة والناشطين. نتوجه لهم بالتحية وندعو لحريتهم الفورية، ونعتبر أن قضيتهم وقضية النضال الذي يخوضونه هي جزء عضوي من النضال الوطني الفلسطيني من أجل تصويب مسار المواجهة مع كيان الاحتلال، والذي تشكل المواجهة مع أجهزة السلطة وعسفها جزءا عضويا منه. بعد هذه التحية أنتقل إلى الموضوع. الموضوع أبعد بكثير وأعمق بكثير من مجرد معالجة قضية المحروقات في لبنان. طبعا هذا جانب أساسي ومهم وإنساني و يشكل مدخل كبير للتعبير عن جوهر وكينونة قوى المقاومة والتزامها بناسها ورفضها لإخضاعهم وحصارهم وإذلالهم، وجواب سياسي واستراتيجي يقول إن الحصار ليس قدرا، ويقول بأن بيد الشعوب أن تواجه وأن تكسر الحصار، وأنه عندما تكون لها قوى بشرف وبكبرياء وبعزة وباقتدار المقاومة فهي تمتلك خيارات، وهي ليست في موقع التلقي فقط بل هي أيضا في موقع صناعة الحدث. هذه كلها نتائج مؤكدة ومحققة، لكن نحن كما اعتدنا في لقاءاتنا هذه أن نذهب إلى ما هو أبعد، إلى محاولة قراءة عمق الحدث، إلى محاولة وضع الحدث في سياق استراتيجي يرتبط بالسعي لفهم المعادلات والتوازنات التي تحيط بالصراع الكبير الدائر في منطقتنا، والذي لا يمكن أن نعزله عن سياق تطورات كبرى يشهدها العالم، أهمها هذا الانهيار الكبير في الحضور للمشروع الأمريكي وأدواته وقدرته على الثبات وعلى تقديم قوة مثال بأنه رمز القوة ورمز القدرة، وأنه يمتلك دائما بدائل تحفظ مهابته وسمعته في كل مواجهة، في كل تطور في سياق الأحداث. هذا الانهيار الذي يبدو أنه من المرات النوعية الكبيرة التي يخرج فيها الأمريكي عاجزاً ضعيفاً مهاناً ذليلاً، لا يملك الأعذار ولا يملك القدرة على تقديم الأسباب الموجبة المقنعة حتى للحلفاء. نحن توقفنا أمام هذا الأمر في حلقة سابقة وفي حلقة قبل، ولكن لن ينتهي هذا الحدث كموضوع مليء بالمعاني. يكفي أن نقول أنه يطرح إعادة النظر بمبدأ القوة العسكرية، مبدأ امتلاك الغرب لقوة عسكرية، لفائض قوة هائل كان كل مبرره خلال القرون الماضية منذ بدأت ظاهرة الاستعمار الغربي وبناء الجيوش وبناء القوى البحرية، يعني قبل 3 و4 قرون كان لها مهمة ولها وظيفة، وهي إخضاع المستعمرات، وضع اليد على المواد الخام، السيطرة على الأسواق. مش صحيح أنه يعني تغيرت عناوينها، صار اسمها تعميم الديمقراطية واسمها بناء أنظمة تحترم معايير وقيم الغرب، هذه التغطية الشعاراتية، لكن جوهر المهمة هو هذا، مهمة الإخضاع. عندما يقف رئيس الدولة الأعظم في الغرب وهي الولايات المتحدة الأمريكية ويقول لم تعد القوة قادرة على تحقيق هذا الهدف، هو لم يقل بأنه لم يعد راغبا، هو يقول لو بقينا 20 عاما أخرى فإن شيئا لن يتغير، وإن القوة لم تعد هي الأداة الصالحة لتحقيق هذا الهدف، أي هدف بناء الدول وفق المعايير التي يؤمن بها الغرب ويسعى إليها الغرب، إن هذا فات عن يدنا،
لم يعد بمستطاعنا تحقيقه، وعلينا إعادة النظر بتيويم تفكيرنا نحو مهمة جديدة للقوة العسكرية هي حفظ الأمن القومي، وهي في الخارج ما أسماه بمكافحة الإرهاب. وبالتالي هذا الذي ثارت ثائرة دول الناتو عليه، لأنه إسقاط نهائي لمبرر وجود الناتو، مبرر وجود حلف عسكري. الأوروبيون ينخرطون في حلف الناتو بأمل، بحلم أن إخضاع الشرق وإخضاع الأسواق وإخضاع المستعمرات وتأمين أسعار رخيصة للمواد الخام، منع قيام منافسة صينية وروسية وسواها، هذه المهمة، هذا الهدف، هذا الحلم انتهى. وبالتالي مبرر وجود القوة العسكرية حتى من قبل ولايات أمريكية تمول الخزينة وتلتزم النظام الفيدرالي، ستخرج أصوات وتقول لماذا نفعل ذلك إذا كان هذا لن يوفر الفرصة المتاحة أو الهدف المنشود بتأمين مواد الخام وموارد الطاقة بأسعار مناسبة، بضمان نسبة نمو مرتفعة، بتوفير أسواق. إذا كانت هذه مهمة الدولة الفيدرالية وتمويلها قد سقطت، فمبدأ البقاء بها يصبح مطروحا على النقاش، كما هو مبدأ بقاء حلف الناتو. هذا الكلام قد يبدو الآن مبكرا، لكن لن يكون بعيدا اليوم الذي نسمعه فيه بالصوت العالي في المناقشة. طيب، هذا الزلزال الكبير سنبقى نتابعه، لكن كيف نقرأ مبادرة المقاومة في قلب هذا المشهد الجديد؟ هذا المشهد يتكون من ثلاثة عناصر حاسمة. العنصر الأول اللي هو خط بياني، يعني هذا ما إجا صاعقة في سماء صافية، هذا التراجع الأمريكي الكبير وهذا الانهيار في الصورة الأمريكية وهذا السقوط المدوي للعسكرية الأمريكية وللحملة الإمبراطورية التي افتتحت بعد عام 2000 وشملت أفغانستان والعراق ولاحقا لبنان وغزة وفلسطين وسواها. هذا التحول لم يكن مجرد حدث، هذا تتم لسياق، وهذا السياق بدأ من الفشل الأول في حرب العراق وحرب أفغانستان، واستطرادا الفشل في حرب تموز عام 2006 وفي حروب غزة. وأنا هنا أفتح قوسين دائما لأقول الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي هو نخبة النخبة في جيوش الغرب، هو ليس مجرد جيش مجهز من الغرب أو جيش يعتمد عليه الغرب. حيث تهزم إسرائيل لا إمكانية لأن يحقق أي جيش غرب انتصارا، بما في ذلك الجيش الأمريكي، لأن الجيش الإسرائيلي هو أعلى جيوش الغرب من زاوية الجهوزية العقائدية. يعني إذا بعد باقي عقيدة فهي موجودة بنسبة معينة في جيش الاحتلال الذي يعني يعبأ عدد من ضباطه وجنوده ويؤمنون بأنهم يخوضون معركة تثبيت عقيدة، أرض الميعاد، شعب الله المختار إلى آخره. فإذا في مكان للعقيدة بالبعد المعنوي في صناعة، وهي قطعا لها مكان، فأمريكا لا تعبئ جنودها أن الشعب الأمريكي بخطر وهم ذاهبون للدفاع عنه، هي تعبئهم على قاعدة هذه مهمة وظيفية وعليهم تطبيقها. وبالتالي الراتب ما بيخلق الحالة المعنوية التي يمكن أن تولدها العقيدة. العقيدة إذا موجودة بجيوش الغرب فأعلى منسوب، طبعا هي يعني دمرت كثير من عناصرها في بنية الجيش الإسرائيلي بكل مناخ العولمة وانخراط إسرائيل كقوة متقدمة في مساحة العولمة وثقافة العولمة القائمة على الاستهلاك وسقوط القضايا والاستثمارات، وانتهى زمن شجرة الزيتون ونحن نعيش في زمن التسابق على امتلاك اللكزس، كل هذه المنظومة الفكرية. لكن تبقى إسرائيل متقدمة من هذه الزاوية، وهي متقدمة من زاوية أنها تستطيع بحماية الغرب الذي لا يستطيع أن يحمي جيوشه من استخدام كل الأسلحة المحرمة ومن ارتكاب كل الجرائم التي يمكن أن يحاسب عليها الرأي العام والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية. هذا متاح لإسرائيل الحماية فيه بسقف أعلى مما هو متاح للجيوش الغربية داخل بلدانها ومجتمعاتها. ونحن نرى كيف أن في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، في هولندا خرجت أصوات حول حرب اليمن و مشروعية بيع الأسلحة للجيش السعودي، بينما لم نشهد نقاشا حول بيع الأسلحة لإسرائيل بذات المستوى وبذات الحجم، وتعطى إسرائيل هذا الهامش الواسع الذي لا تملكه جيوش الغرب. ثالثا، الجيش الإسرائيلي هو الجيش الوحيد الذي يقاتل، يعني الذي يمتلك، ومثل ما حكينا مرة أنه ما مهم تجمع أنت 100,000 و200,000 ونص مليون ومليون وتوزع عليهم بواريد،
وتعمل لهم دورات على البارد. ما تمتلكه الجيوش من خبرات خلال التمرس في المعارك هو المعيار الذي يمنحها قيمة استراتيجية في القدرة على خوض الحروب. وبالتالي إذا كان من جيش بين جيوش الغرب يملك قيمة مضافة على هذا الصعيد فهو الجيش الإسرائيلي الذي ينتقل من حرب إلى حرب. وبالتالي بهذا المعنى احتساب الحروب التي خاضتها إسرائيل كجزء وجزء متقدم وجزء حيوي من الحروب التي خاضتها أمريكا هو احتساب يعني علمي وموضوعي. وما أخفاه الأمريكي، وقفت كونداليزا رايس على باب السرايا الحكومي في لبنان وهي تقول إن هذه الحرب عام 2006 هي مخاض ولادة شرق أوسط جديد ضمن إطار الرؤية الاستراتيجية لتنظيم هذه المنطقة من قبل الإدارة الأمريكية. على خلفية هذا التقدير نحن أمام مشهد تراجع أمريكي وأمام مشهد انكسار المهابة الإسرائيلية في القدرة على خوض الحروب وفي القدرة على صناعة الانتصارات. هو الركنين الأساسيين. الركن الثالث هو صعود قوى جديدة في العالم وفي المنطقة، وأنا عم تلاحظوني عم استخدم تعابير كتير متحفظة، يعني فيني يقول بدل التراجع الأمريكي الانهزام الأمريكي الانكسار الأمريكي، وما بكون عم بالغ، لكن عم بستخدم الحد الأدنى الذي لا يمكن أن يختلف عليه حتى المنظرون والمحللون داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومن عتاد صقور الدعوة للتدخل. كذلك الأمر في ما يتعلق بالتراجع الإسرائيلي. الصعود أيضا ليس رؤيتنا نحن، الصعود هو اعتراف موثق ومدون في الأدبيات والدراسات والمقالات وورشات العمل المقامة في مراكز الدراسات الأمريكية والإسرائيلية، ليس من باب الابتكار الحديث عن صعود روسيا كقوة عسكرية ولا عن صعود الصين ولا عن الحلف الروسي الصيني ولا صعود إيران والحلف الروسي الصيني الإيراني. عم يعمل مناورات هلأ الحلف الروسي الصيني الإيراني في مياه الخليج، مناورات عسكرية، مش عم يعمل مناورات يعني على كيفية إدارة شؤون الأقمار الصناعية في التعرف على تغيرات الطقس. عم يعمل مناورات عسكرية في مجال الصواريخ واستخدام الصواريخ والمجال الرادارات والطائرات المسيرة، يعني الأسلحة الحديثة أو أسلحة حرب القرن 21 التقليدية، يعني بالأسلحة التقليدية كما يقولون أو يسمونها. وبالتالي هذا متحول معه في صعود للمقاومة ولمحور المقاومة، سواء في سوريا وانتصار سوريا أو في العراق ووجود قوة منظمة تنتمي لمحور المقاومة بغض النظر عن النقاش حول واقع الساحة العراقية. بس في شيء حقيقي أن هناك جزء من البنية السياسية العسكرية في العراق هو جزء عضوي من بنية محور المقاومة. اليمن والتحولات التي شهدتها الحرب في اليمن والمستجد الكبير وغير المسبوق الذي حملته معركة سيف القدس على مستوى توازن القوى الذي أظهرته لجهة إمكانات ومقدرات المقاومة الفلسطينية وامتلاكها لزمام المبادرة وقدرتها على فرض معادلاتها وكسرها لمفهوم قوة الردع الإسرائيلية دون الحاجة لتدخل أي قوة أخرى من محور المقاومة. بالقياس الفلسطيني الصرف وبالمقدرات الفلسطينية الصرف تمكنت المقاومة في فلسطين في معركة سيف القدس من جعل أكبر قامة في قامات القيادات الإسرائيلية نتنياهو يذهب يعني إلى التاريخ وأن يتسول من الأمريكي وقفا للنار بعدما كان يتحدث عن فرصة لفرض وقائع وتغيير معادلات وإنتاج حقائق جديدة في معركة القدس في معركته مع غزة. وبالتالي في هذه المعادلة التي لها أركان استراتيجية والتي شهدت تحولا كبيرا مع حالة أفغانستان، هذا الخروج الأمريكي المدوي، جاء قرار المقاومة. قرار المقاومة بدأ في الحديث عن السفن، سفن المحروقات، وأكد أنها مسار. وهناك حديث الآن عن 40 سفينة مش عن 4 سفن، وهذا المسار كل 4-5 أيام في سفينة. وهذا المسار تبعه الحديث عن التنقيب الآن تبشيرا، خلال فترة قريبة ما حدا بيعرف شو بصير، بيتحول مثل مسار السفن من التبشير إلى التنفيذ. يعني المقاومة في سابقة أنها قالت إن الأرض محتلة وإذا تلكأت الدولة عن التحرير فإن المقاومة تقوم بمهمة التحرير، بعد التحرير قالت للدولة شرفي. طيب الثروة النفطية الآن محتلة مثل الثروة مثل البر. وبالتالي لا مانع نظري وأخلاقي وقيمي من أن تضع المقاومة على عاتقها
وفقا لتقدير مبني على هذه القراءة أنها ستتولى هي مهمة تحرير البحر كما تولت مهمة تحرير البر، أي الجزء الذي تعتبر الدولة اللبنانية أنه ضمن السيادة الوطنية وأنها لا تملك القدرة على استثماره. فالمقاومة ستجد أن من مسؤوليتها شق الطريق، أي وضع اليد وفتح المجال للاستثمار، ولما بيطلع نفط وغاز تعي يا دولي لبناني شوفي شو بدك تعملي فيه. أنا عمول هاي فرضية، لكن عمول تبشير سماحة السيد بالحديث عن التنقيب. لا شيء يمنع، ما عم نقول أنه هيك حيصير، بس لا شيء يمنع من أن يكون جزءا من مسار يشبه مسار السفن. أين يمكن أن نضع في القراءة الاستراتيجية حدث بهذا الحجم؟ الاستنتاج الأول، أنا ما رح عد يعني، بس من باب العادي أنه الواحد بيقول الاستنتاج الأول، الذي يجري ليس مجرد استثمار للانكسار الأمريكي في أفغانستان. هو في جزء منه قد يبدو هكذا، أنه في مناخ، وبهالمناخ الأمريكي مربك، الإسرائيلي خائف ومذعور ومردوع، بالتالي خلينا نضرب. أنا رأيي أولاً المقاومة ترسم الإطار المسموح لهامش الحركة الأمريكية أن يفكر فيه في مرحلة ما بعد أفغانستان. يعني هي تقطع الطريق على رسم الخطط وعلى التصورات البديلة. لنتذكر أن الأمريكيين منذ الانسحاب الأول من العراق عام 2011، منذ الهزيمة عام 2007 لما كتبوا تقرير بيكر هاملتون، عم نعتبر هذا الاعتراف المطنطن يعني الذي شارك فيه الحزبان الديمقراطي والجمهوري بالاعتراف علنا بالهزيمة في العراق، وهذا نص لا لبس فيه في مطلع هذه الوثيقة التي وقعت عليها أغلبية الشخصيات الأمريكية الوازنة وذات القيمة. منذ ذلك التاريخ والعسكر الأمريكي، العقل العسكري الأمريكي أو بعضه يبشر بمعادلة يقول انتهى زمن حروب اليابسة، وأن على أمريكا التي فشلت في حروب اليابسة أن تنكفئ إلى البحار، وأن أمريكا ليست بحاجة لأن تكون لها قوى على اليابسة، وأن قوى اليابسة والانتشار في اليابسة يواجه حروب صواريخ ويواجه مقاتلين استشهاديين، التوازن مختل لصالح أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، هذا مكتوب يعني، وأن الاستراتيجيات المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا التحول، وأن تذهب إلى بناء قوة ديناميكية سريعة الحركة من نصف مليون جندي تملأ البحار والمضائق والممرات المائية وتفرض سطوتها عليها، وتكون هي القوة التي تستعد لحكم العالم من خلال الإمساك بهذه البحار بالمحيطات وبالممرات المائية وبالمضائق وبالبحار ذات الأهمية الاستراتيجية. الخطوة الأولى أو المعنى الأول لما تقدم عليه المقاومة أنها تغلق هذا الباب أمام البحث الأمريكي، وأمريكا في ذروة الانكفاء وفي ذروة الارتباك وفي ذروة العجز تضع أمامها المقاومة تحدي على الطاولة فورا، أن الممر المائي الذي مثل عبر التاريخ أكثر من 50%، ما بدي أروح لأعلى، هو أعلى من الحروب التي شنت، هذا الممر الممتد من خليج هرمز إلى البحر المتوسط، باب المندب، البحر الأحمر، البحر المتوسط، ارجعوا اقروا تاريخ الحروب في العالم ستكتشفون أن أغلب حروب العالم، أنا قلت 50%، لكن أغلب حروب العالم الكبرى دارت على هذا الممر المائي. من يمسك بهذا الممر المائي بشو بيمسك؟ بشريان التجارة العالمية، بعصب التنقل. كاترين الثانية أصلاً لما بلغت سفنها سواحل عمان اعتبرت أن الإمبراطورية الروسية أصبحت مكتملة المعالم. هني بعلو عم بيرجع للتاريخ، عم بيقول الحروب التقليدية التاريخية، هذا الممر المائي اللي بيربط آسيا بأوروبا بأفريقيا، هذا الممر المائي هو عصب العالم الاستراتيجي وهو شريان التجارة العالمية الأول. عم تجي المقاومة تقول لأمريكا أنها ستستخدم المقاومة هذا الممر المائي، وهي ليست دولة وليست حكومة، وأنه منذ خروج السفن من الموانئ الإيرانية هي ستصبح أرضاً لبنانية، يعني في عهدة المقاومة وتحت حمايتها، وأن من سيشتبك مع هذه السفن ويعرقل مسارها يعلن حرباً عليه أن يكون مستعداً لخوض غمارها مع هذه المقاومة. فإذا ما تقوم به المقاومة أولاً هو أنها تحدد هامش المناورة الاستراتيجي المتاح أمام الإدارة الأمريكية السياسية والعسكرية
في تحديد البدائل والخيارات وتضييق مساحة هذه البدائل والخيارات في الإجابة عن السؤال الكبير ماذا بعد أفغانستان. هذا واحد. اثنين، أن المقامة بهذا الخيار الذي تقدم عليه لا تكتفي فقط بتضييق الخيارات وبوضع الأمريكي أمام تحدي الاشتباك أو الانتفاء، إنما تفعل هذا أيضا لتفتح مسارا. ونحن هنا يجب أن نقرأ، والباخرة باتت قريبة الوصول، صار فينا نحكي. في الأيام الأولى أنا لم أقل هذا من باب يعني إذا الأمريكي مقرر يشتبك ما نعطي مزيد من العناوين يتذرع فيها للاشتباك. الآن بات ممكنا أن نقول خلاص الاشتباك أصبح وراءنا، أن هذا المسار هو مسار فك الحصار ليس عن لبنان فقط. هذا المسار في لبنان حزب الله ليس حكومة، المقاومة في صنعاء حكومة، وبالتالي تستطيع وهي ستفعل، مش تستطيع وهي ستفعل، بأن تقول إن بواخرنا قادمة ونتحدى أحد أن يطلق عليها النار ويتحمل التبعات، وكل عواصم الخليج في مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة، وناقلات النفط في الخليج ستكون أهدافاً مشروعة لمن يعترض بواخرنا وسفننا. هذا في غزة أيضاً. وبالتالي كسر الحصار هو كسر العقوبات، هو كسر المعادلة الاقتصادية التي أريد من خلالها، مش الجواب عليها بموديل 17-20، مش الجواب عليها بموديل روحوا امسكوا السلطة وفوتوا بمشاريع الفتن والحروب الأهلية. الجواب عليها هو هنا، الجواب عليها بتقديم هذا النموذج، هذا المثال اللي إذا حزب الله البعيد آلاف الكيلومترات، صنعاء أقرب، غزة أقرب، وبالتالي من سيجرؤ على فتح المعركة مع غزة وهي تقرر فك الحصار؟ من الذي سيجرؤ على فتح المعركة مع صنعاء؟ من لم يجرؤ على فعل ذلك مع حزب الله لن يجرؤ على أن يفعل مثله مع غزة أو مع صنعاء. وبالتالي هذا مسار، هذا المسار لفك الحصار، لكسر الحصار، هذا الجواب على العقوبات، هذا إعلان نهاية وسقوط آخر سلاح بيد الأمريكي بعد فشل قوته العسكرية، وهو سلاح العقوبات والحصار. وهذا سيعني تغيراً جيوستراتيجياً في كل المنطقة. لما بنحكي عن اليمن وبنحكي عن غزة خارج الحصار، عم نحكي عن معادلة جديدة يصعب تخيل الآن الحديث عن أبعادها وتداعياتها وإنعكاساتها وحجم ترددات الزلزال الذي سينجم عن كل واحدة منها، فكيف عنها مجتمعة. الأمر الثالث هو أن المقاومة عندما تعلن عن مسألة التنقيب والاستعداد للدخول على خط التنقيب بشركة إيرانية، فهي ترسم مستقبل ما بعد، أو ترسم أرضية تفاوض غير مباشر حول الملف النووي، وتضع الأمريكي سلفاً أمام معادلة أن إيران على المتوسط في حقول النفط والغاز، وأن هذا غير قابل للنقاش، وأن أي حكومة مقبلة، هذا معنى كلام سماحة السيد، تسامحنا، تساهلنا في المرات السابقة، هذه المرة لن نتسامح ولن نتساهل. لا تجرؤ الشركات الغربية، الشركات الإيرانية مستعدة. وأن إيران ستكون موجودة في حقول النفط والغاز. وهذا يعني أن اكتمال العقد الذي يبدأ شمالاً من روسيا ويكتمل جنوباً مع المقاومة، هذا يعني أننا سنكون أمام معادلة في مستقبل أنابيب النفط والغاز وفي مستقبل سوق النفط والغاز، يضع إيران على المتوسط ويضع معادلة جديدة للنفط والغاز على المتوسط مخالفة لما كان يعتقده الأمريكي والفرنسي والأوروبي، أنه لبنان حصتنا وسوريا بكرة منحط إيدنا على نفط وغازة مقابل إعادة الإعمار وعودة النازحين. هذا تغيير لقواعد اللعبة وفقاً لما كان يعتقدها الغرب ويرسم لها الغرب ويهيئ لها الغرب. وهذا سوق النفط والغاز وسوق الطاقة هو عصب الاقتصاد في العالم. هذه النتائج الثلاثة ستترافق مع، وأنا أعتقد أن الذي يجري في غزة الآن سيزداد، والذي يجري على جبهة اليمن سيتصاعد، وستواكب حركة السفن معارك في الجبهات المختلفة، وهذه المعارك ستتكفل بإيصال الرسائل بأن أي محاولة لفتح النار ستعني معركة مفتوحة في المنطقة، وأن الأمريكي أو الإسرائيلي أو سواهما ممن يدور في فلكهما يحاول أن يغير قواعد الاشتباك في أي جبهة من الجبهات، عليه أن يتحمل تبعات أنه لن يخوض معركة محصورة في جبهة واحدة.
وعندما يتكرس مسار السفن سيتكرس مسار فك الحصار، وستلحق بالحلقة حلقات وبالساحة ساحات، وسيلحق بمسار السفن مسار التنقيب. مش عم بحكي عن شهر وعن اثنين، عم بحكي عن هذا الأفق، هذا هو المسار، هذا هو الطريق، هذا هو الرد الاستراتيجي. وهذا الرد الاستراتيجي يعني أنه نحن عم نحكي عن ساحل المتوسط. ساحل المتوسط لن يبقى أمريكيا على الإطلاق. هذا ساحل المتوسط لما بيكون في سوريا، ولما بيكون في لبنان يعني المقاومة، ولما بيكون في غزة يعني المقاومة، هم في ساحل المتوسط محاصرون، وعليهم أن يتعاملوا ويتصرفوا بصفتهم هم المحاصرين، وليس قوى المقاومة هي المحاصرة. معادلة ساحل المتوسط هي معادلة المقاومة وروسيا، ومن له حضور على ساحل المتوسط كيان الاحتلال الأمريكي يجب أن يأخذ في الاعتبار أنه الشريك الأضعف في معادلة المتوسط. لما بنحكي على البحار الخمسة اللي حكي عنها الرئيس الأسد من 2009، هذا الخيار هو ترجمة لمعادلة فرض الحضور في البحار الخمسة. قزوين محسوم، الخليج معروف اليد العليا لمن فيه رغم كل الحاملات والمدمرات، البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس ممرات مشروعة لقوى المقاومة غير قابلة للنقاش وللمساومة. المتوسط هو بحيرة لقوى المقاومة ولروسيا ولحلف المقاومة. هاي هي المعادلة. المقاومة تستظهر الآن، هذا بعد ثاني هلا، في المواجهة مع إسرائيل. في المواجهة مع إسرائيل طوال 40 سنة حسمت المقاومة حضورها في سلاح البر، وصولا إلى معادلة توجتها بأننا في الحرب القادمة سنكون نحن من يخترق الحدود، والدخول إلى الجليل سيكون على رأس جدول أعمال المقاومة، ولن يكون بمستطاع جيش الاحتلال أن يفكر بالتوغل برا في العمق اللبناني. الآن تنتقل المقاومة إلى مجال رأينا منه إشارة بسيطة في حرب تموز بتدمير الباري جساعر، التي نحفظ جميعا كلمات سماحة السيد حولها، انظروا إليها إنها في البحر تحترق. الآن معادلة انظروا إليها إنها في البحر تحترق ستكون حاضرة. هاي السفن مش سارحة والرب راعيها، الرب راعيها أكيد، لكن مش هيك معادلتها. هاي السفن محمية ومحروسة بسلاح بحرية وبقدرات صاروخية استراتيجية في مجال البحر، وبخبرات وبمؤهلات وبنوعيات من المتدربين والمهيئين على خوض حروب البحر. هاي لما بياخذ قرارها، اللي أخذ القرار هذا قرار حرب، فهو جهز وأعد واستعد ليكون، ويعرف الأمريكي الآن هو والإسرائيلي عم بيراقب، يمكن صارت قريب تطلع من قناة السويس، يعني مرت أمام أعينه في محطات عديدة، سجل كيف تسير وكيف تواكب وكيف تراقب تحت الماء وفوق الماء، وبالتالي علم بأن هذه المقاومة تملك سلاحا بحريا لا يقل قدرة وأهلية وإمكانية على فرض معادلات الردع عن سلاح البر، فعليه أن يستنتج هو سلاح الجو، لأنه سلاح الجو بقى في الدرون، يعني ما بدنا نحكي بعد على سلاح الدفاع الجوي اللي الإسرائيلي بيقول أن عدته مكتملة باتت لدى المقاومة، وفي أي حرب قادمة علينا أن نستعد لتساقط طائراتنا. ما بدنا نحكي بس على الأقل سلاح الطائرات المسيرة اللي شفنا بأرامكو وشفنا بمواجهات أنصار الله، وبالتأكيد لدى حزب الله الذي لا يخضع لذات نسبة حصار أنصار الله، ويمتلك خبرة أعمق وكوادر أكثر تأهيلاً، أكيد لديه أجيال أكثر تقدماً في مجال الطائرات المسيرة. وبالتالي المقاومة في سلاح البحر الآن، وإن شاء الله في نسخة مقبلة غير بعيدة في سلاح الجو. هذا على مستوى الاستنتاجات السريعة التي أردت أن أسجلها. لأضيف وأقول، التوقيت بالنسبة للمقاومة مثلث. الأول هو التوقيت الاستراتيجي اللي عم نحكي عنه، التزامن مع التراجع الأمريكي. لولا أفغانستان يمكن ما كان القرار، أنا عم بستنتج، عم أقول هذا كان من المقدمات، معركة سيف القدس كانت من المقدمات، وبالتالي يمكن بنيسان كان الموضوع تبشيريا بالنسبة للمقاومة، فلتقم الحكومة بهذا. مع هذين التطورين أصبح إجرائيا، هذا أكيد. فإذا البعد الاستراتيجي، المناخ الاستراتيجي عامل حاسم في التوقيت وفي أخذ القرار الإجرائي. في عاملين ثانيين. العامل الثاني
أنه قطاع الطاقة بعد دراسة والتوقف بالأرقام أمام لبنان والمنطقة ومعادلات الدول النامية والدول الصناعية، واضح أن قطاع الطاقة واللي قلبه قطاع المحروقات، نحن ما عندنا إنتاج طاقة نووية بلبنان، بإيران في طاقة نووية، ولذلك المعركة تدور حول الطاقة النووية لأنها جزء من كل معركة الطاقة وتسعير الطاقة وتأثيرها على معدلات النمو وعلى التطور الاقتصادي. وبالتالي أن هذا القطاع هو قلب الاقتصاد بلبنان، هو مش قلبه، هو كل شيء، لأنه 60% من المستوردات اللبنانية الآن هي من المشتقات النفطية، وهذه الكتلة الكبرى من المشتقات النفطية هي المصدر الأساسي للضغط على سوق الصرف والمؤدية إلى ارتفاع سعر الدولار. بلبنان انخفض الاستيراد من 20 مليار دولار إلى 10 بسبب التقشف الاقتصادي الناتج عن انهيار القدرة الشرائية للبنانيين، وهذا السقوط 10 مليار 6 منهم 6 مليارات للمشتقات النفطية، فيهم مليار للتهريب لأنه مدعوم من أموال اللبنانيين في البنك المركزي وبلعبة جهنمية خبيثة من أجل سحب الدولارات من سوريا إلى أيدي المحتكرين المافيات اللبنانية المغطاة سياسيا والمرتبطة عضويا بالمشروع الغربي. هذا المليار حطه على جنب، بيبقى في 5، بينزل الاستيراد مليار بس توقف التهريب. طيب الخمسة مليار أو الستة مليار اللي هذا هو إذا نشال نصهم وجيء بدلا منه بالليرة اللبنانية، وهي قيمة الاختيار أن الاستيراد بالليرة اللبنانية، وهذه تضحية إيرانية كبرى لا يمكن لأحد أن ينكرها. بكرة بتطلع العقوبات عن إيران وبتبقى إيران ملتزمة بأنها تبيع لبنان بالليرة اللبنانية، وبالتالي هذا سيشكل عامل هام في معادلة سعر الصرف، بخفف صعوده على الأقل، ممكن يثبته وممكن يحسنه، يعني يجعل، لأنه بالمنطق الاقتصادي الصرف لما بيكون عندك التصدير 3.7 مليار ولما بيكون عندك تحويلات اللبنانيين من الخارج بين 6 و7 مليار، يعني أنت عندك 9.6 مليار بميزان المدفوعات دخل واردات، وبيكون عندك 5 مليار صادر يعني بدك تدفع، فبالتالي ميزان المدفوعات بصير مختل لصالح الداخل اللبناني وليس العكس. هذا لازم يحسن سعر الصرف حكما، وهذا لازم يخلي الدولار حسب التقديرات. يعني روسيا اليوم عملت ديك اليوم نقلت عن موقع بيج ماك اللي بيعمل بأمريكا مقاربات على سعر القدرة الشرائية بالسعر الرائج، وقالت انه حسب بيج ماك لبنان الدولة الاولى في العالم اللي عملتها مصنفة اقل 70% من قيمتها الفعلية، يعني اذا وقفت عنه المضاربات والتلاعب في الاسواق مفترض انه نحن يصير دولارنا بال 7000 8000. وعلى كل حال في كثير من الخبراء بيقولوا هذا الرقم بدل ال 20000 وبدل 18000 و19000. بكل الاحوال وبأسوأ الاحوال اقل شيء ممكن يعملوا انه يخفف الضغط، يعني بدل ما الدولار يكون ب 20 ويصير ب 25 بيصير ب 21. علما انا استطيع ان اجزم من خبرتي يعني بهذا المجال، انا من ال 82 بشتغل يعني بالصحافة الاقتصادية، كنت مدير تحرير بمجلة متخصصة اقتصاديا اسمها المؤشر، وكنت أعمل فيها 8 صفحات عملات يعني بـ 82، وكنت أكتب تقرير اقتصادي لوكالة الصحافة الفرنسية. بـ 87 أنا كرئيس تحرير وقت لجريدة الحقيقة عملت ملف الانهيار بسعر العملة بالحساب التفصيلي التقني، وكتبت المونشات وقتها وعلى مسؤوليتي أخذتها انه دولار بيروت كان 17 ليرة الدولار، كان الرئيس الحص الله يطول بعمره هو رئيس حكومي، وادمون نعيم الله يرحمه حاكم بنك مركزي، الدولار بيروت ب 100 ليرة قبل نهاية العام. طلع بيان من البنك المركزي وطلع بيان من رئيس الحكومي، والتقينا نحن ورئيس الحكومي بالالمناي كلاب، كان في نوع من برلمان شعبي منذ ما بعد انتفاضة 6 شباط، وانا كنت يعني من المشرفين والقيمين عليه، فبالنقاش رد علي الرئيس الحص نحن وطالعين مسكني بيدي، قال لي اللي قلته كله مظبوط، لكن أنا رئيس حكومة إذا قلت اليوم هالكلام صحيح بصير بألف بدل مية. فأنا أقول من خبرتي يعني أن دولارنا إذا المقاومة استوردت بحجم وكمية تعادل نصف السوق أو أكثر، أن دولار بيروت سيصبح بالسبعة آلاف وثمانية آلاف. هذا لحاله سبب كافي قبل ما نحكي بالنتائج الأخرى. لكن أقول أن العامل الحاسم الثاني هو هذا القطاع، هذا القطاع يختزن فيه من جهة شو عم يتقاتلوا دخلكم هلا الأوروبيين والأمريكان والهذا، عم عامل الكهرباء وعم صافي النفط
وهي وعلى المرفأ، يعني هي هي المقومات الاستراتيجية التي يجري الحديث عنها في الاقتصاد اللبناني. وبالتالي سوق النفط، سوق الطاقة بالحرب الأهلية وما بعدها أثناء الدخول إلى معادلة ما بعد الطائف، اللي صار عمليا أنه المصارف شكلت ركن أول لمنظومة النهب المالي والاقتصادي، وسوق المحروقات شكلت الركن الثاني. وهذا الركن الثاني عم تدخل عليه الآن المقاومة، وتدخل إلى غرفته السوداء، لأنه صارت هي شريك بالتسعير، وصارت هي شريك بالتوزيع، وصارت هي شريك أنه ما حدا فيه صار يعطش السوق ويقول أنا ما بأمن، أملاً بأنه يرفع السعر أو يتحكم بالمعادلات التي تحيط فيه. فهي تدخل في الخارج، يعني في بعد دولي وفي بعد محلي للسوق اللبنانية، يجتمعان حول سوق المحروقات، تدخل لاعباً. وبس تصير لاعب أنت، صارت اللعبة مفتوحة قدامك بتفاصيلها، بمعلوماتها، بأسرارها، وصار اللاعبون الآخرون العاجزون عن إلغائك وإخراجك من اللعبة مضطرون لأن يخضعوا لضوابط يقررها توازن القوة الذي سيحكم معادلة السوق المقبلة. وطالما أنك لست ساعياً للربح فأنت أقواهم وأنت أقدرهم وأنت من يضع شروط اللعبة. وبالتالي إذا المقاومة اختارت أولاً بيئة استراتيجية مناسبة، ثانياً قطاع حيوي ومفصلي في اجتماع المعادلات الداخلية والخارجية من حوله، ثالثاً وهذا هو الأهم، لأن المقاومة بكل تاريخها، كل خطواتها، كل معاركها اللي فيها تحديات وممكن أن تؤدي إلى مواجهات وممكن تكلف أثمان معنوية ومادية، تضع هذا الاعتبار حاسماً في الميزان، وهو امتلاك المشروعية الأخلاقية، بمعنى أن تكون القضية وازنة على المستوى الإنساني، تشكل غطاءً أخلاقياً كافياً لخوض الحرب، وتضع من يريد أن يقطع الطريق عليك أمام تحدي أنه يواجه معادلة على المستوى الشعبي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى السياسي يصعب اختراقها. طيب الآن شو عمل الأمريكي؟ وهي الحسابات تبت أنها حسابات صحيحة، لأنه على الفور هلأ نناقش ونقول هالحسابات اللي عملتها المقاومة شو ترتب عليها. ما عندنا بعد جواب كبير أنه الأمريكي كيف رح يتصرف، لكن عندنا إشارات تسمح عندما يقرر الأمريكي استبدال خط الاشتباك، لأنه لحد الآن ما صدر ولا كلام أمريكي. حتى مبارح السؤال وجه للمناطق بلسان الخارجية جوابها الآن أنه بعد النفط الإيراني خاضع للعقوبات، وهذا جواب كان ممكن يكون هو ذاته لو سئل عن النفط إلى عن المحروقات إلى أفغانستان، اللي من أيار 2020 لأيار 2021 إيران بيع على أفغانستان 500,000 طن، يعني 500 مليون لتر، يعني ما يعادل ربع استهلاك أفغانستان، وهو نفسه ربع استهلاك لبنان في سنة، وتحت حكومة أشرف غني وبظل الاحتلال الأمريكي، ولا طلب استثناء رسمي ولا من يحزنون أنه دخيلكم أمنوا لنا محروقات. الآن إيران الكل نقل الخبرها، بس ما حدا قال شو أنه إيران تستأنف بعد شهرين من التوقف، يعني كانت تعطي لحكومة أشرف غني، وهني والأمريكان قاعدين بأمريكا بأفغانستان، وطلع عندها إيران فائض تقدر تبيع لأفغانستان، بس ما عندها فائض للبنان. بالنسبة لكثير من اللبنانيين اللي أبصر منين بيستقوا معلوماتهم، حتى جوجل ما بيكلفوا خاطرهم قبل ما يتبهدلوا ويتجرسوا يفوتوا يشوفوا أنه يا عمي شو وضع فائض النفط بالمشتقات عند إيران، ولوين بتبيع ولمين بتبيع، وشو التقييمات الدولية. الأمريكي عم بيقول أنه إيران هربت من العقوبات على النفط الخام وراحت بنت مجمعات من المصافي تنتج ضعف ما تحتاجه في السوق الداخلي، من أجل أن بدلا من تصدير النفط تصدر مشتقات نفطية. والآن باكستان بتاخد منها، وأفغانستان بتاخد منها، والعراق بياخد غاز وبياخد كهرباء، بأفريقيا دول لا حصر لها، دول آسيا الوسطى كلها اللي كانت تصدر لإيران، إيران كانت تستورد من كازاخستان مشتقات نفطية، الآن تصدر عبر كازاخستان إلى الدول الأخرى تركمانستان وسواها مشتقات نفطية. وبالتالي هذا الكلام الأمريكي كلام ما يعني ما بيقدم جواب بأنه السفينة التي قرر حزب الله المجيء بها إلى لبنان مشمولة بالعقوبات، وعلى مين؟ على أصحابها. ليش إني فارقة معهم؟ يعني
انه ناطرين امريكا ما تعاقبهم، ماني معاقبين على كل حال، قبل ما تعلن اسمائهم انا بقول لهم للامريكان من هلا هو معاقبين عندكم وعلى واقع العقوبات ولن تضيفوا شيئا في هذا المجال. على الحكومه اللبنانيه شو قررت امريكا؟ على الحكومه اللبنانيه ما قررته امريكا هو ما فعلته السفيره الامريكيه، انه اخذت التليفون وحكيت مع فخامه الرئيس وقالت له انه في خط الكهرباء من الاردن وفي خط الغاز من مصر، هولي كانوا واقفين، نحن رح نسهل تمشيتهم، وبما انه الدوله ما معها مصاري العصفور وخيطه رح نسهل تمشيتهم ورح نامن تمويلهم، رح نجيب من البنك الدولي قرض لشراء الغاز المصري وقرض لشراء الكهرباء من الاردن، وبالتالي هو بجمعوا 700-800 ميجا، يعني تقريبا ما يحتاجه لبنان الان بمعيار عم ينتج 1000، اذا صار 1800 بصير عنده 70-80% من حجم الاستهلاك الراهن، وبالتالي بصير في وضع معقول على قاعدة ان استهلاك المازوت ناتج هذا الطلب الضخم عليه من انقطاع الكهرباء، فنحن رايحين نحل لكم الكهرباء. وهذا التصرف الامريكي بيحمل ثلاث اشارات على الاقل. الاشارة الاولى اعتراف امريكي بالحصار اللي عم يسمح كان مانع، وبالتالي سبب أزمة الكهرباء واستطرادا المازوت هو الحصار الأمريكي الذي كان يمنع استجرار الغاز واستجرار الكهرباء. اثنين، عم بيقول أنه نحن قررنا بدل المواجهة مع حزب الله والعسكرية بالمنع أو بالتهديد بالعقوبات على الحكومة اللبنانية نروح نرفع جزء من العقوبات على الحكومة اللبنانية، العقوبات المفترضة، يعني إذا بدكم جيبوا كنتوا غاز من مصر عن طريق سوريا كنا بدنا نعاقبكم، وإذا بدكم تجيبوا وقفوا بالبرلمان الأردني ناقشوا طويلا، قال لهم وزير كهرباء أنه حاولنا وفشلنا لأن الأمريكي رفض أن يستثني لبنان من العقوبات، يعني من المرور عبر سوريا. طيب عم تيجي تقول أنه الجواب هو استثناء من العقوبات مش فرض عقوبات بالنسبة للدولة اللبنانية. ثلاثة، أنه هي عمليا ماذا تقول؟ تقول أنه كيف ما برمت إذا بك تعمل حلول حقيقية، وهي عبرة نحن لازم نتعلمها وشعوب منطقتنا لازم تتعلمها، الحلول الحقيقية بالنسبة للبنان تبدأ من سوريا. ما هذا عم تلنا إياه السفيرة الأمريكية، هاي بالكهرباء وهي بالدواء وهي هذيك اليوم بالأكسجين، اختنقنا بلحظة أنه وقف الأكسجين توريد، الباخرة تأخرت 4-5 أيام ما قدرت ترسي بالموعد المحدد، قامت لأيامي بدني فتش وشو الطريقة شو الحل. اتصل فيه الساعة 12 بالليل رئيس الحكومة قال لي دخيلك أكسجين ما في، ما في لنا إلا سوريا. هاي الأزمة الأخيرة، وبالتالي نحن قدام عم تجي السفيرة الأمريكية تقول أنا بدي سابق حزب الله وبدي ساعد بحل، أقول أنه أنا جبت حل، شو طلع الحل اللي بينا؟ أنه عم تقلنا ما في لكم إلا سوريا. وهذه عبرة يجب التأكيد والتركيز وتثبيتها والتأشير عليها، وهي مش لأن سوريا فقط، هذا حال دولنا كلها مربوطة ببعضها، وبالتالي الحل بالعراق سوري والحل بسوريا عراقي والحل بالأردن سوري عراقي والحل بسوريا أردني عراقي وهكذا. هاي المنطقة متداخلة مترابطة، نص مشاكلها ناتج عن هذا تقطيع الأوصال القسري الذي فرض عليها وعن الزرع الاغتصابي لهذا الكيان في قلبها. أي واحد بتطلع بلاقي أنه هاي هي الصورة مش شيء تاني. وبالتالي عم تجي إذن هي تعترف بلسان إدارتها بأن خيار المواجهة فوق طاقتها، وأنها تسلم بالهزيمة في معركة إسقاط لبنان التي كان يراد منها تفجير لبنان بوجه المقاومة، كان الرهان عليها بإسقاط لبنان فوق رأس المقاومة، بإرباك المقاومة وإضعافها ودفعها للتفاوض من موقع ضعف. عم تجي تقول أنه فشلنا مثل ما قالت بأفغانستان أمريكا، فشلنا ونحن ضابين كلاكيشنا. الآن هي تقول نحن فشلنا وسنعود نحن لتحمل أعباء إعادة تعويم الواقع الاقتصادي في لبنان كي لا نترك الساحة فارغة للمقاومة. وهذا كلام قالوا الإسرائيليين من 4 أسابيع وثلاث أسابيع بمقالات متتالية بمعاريف بالهارد، أنه إذا ترك لبنان حتى يأتي حزب الله بسكونه فإن هذه ستكون كارثة على أمريكا وعلى الحلفاء في الخليج، حلفاء إسرائيل يعني في الخليج، أن يسارعوا إلى عدم ترك الساحة لحزب الله، لأن الرهان على إسقاط لبنان فوق رأس حزب الله
أدى إلى الخطر بأن يسقط لبنان في حضن حزب الله بدلا من أن يسقط على رأسه. وبالتالي إذا هذه هي الإشارة الأولى، فهذا يؤكد بأن حسابات المقاومة كانت صحيحة جدا في قراءة البيئة الاستراتيجية، في قراءة الأهداف الاستراتيجية، في رسم المسار الاستراتيجي، وهذا يعني بأن التداعيات والتتمات هي آتية على الطريق. هون بصير الخروج الأمريكي من العراق والخروج الأمريكي من سوريا أهداف يانعة. ليش؟ لأنه بمعادلة القراءة الاستراتيجية، إذا الأمريكي مقرر يبقى بالعراق وبسوريا بيعمل هاي المعركة، لأنه اللي مقرر يبقى مقرر يدفع كلفة البقاء. عندما يتهرب الأمريكي من هذه المعركة ويتهرب الإسرائيلي من هذه المعركة، فهذا يعني أن الأمريكي عاجز عن دفع كلفة البقاء في العراق وسوريا، وهذا يعني أن معركة إخراج الأمريكي من العراق وسوريا هي معركة واقعية الآن، وهي معركة مكتملة الشروط والمواصفات. وطبعاً شرط الأول نصاب سياسي عراقي قبل الحكي بشي تاني، لأنه العمل الميداني متاح شروطه متوافرة. العامل الأول الحاسم هو الإمساك بالوضع العراقي سياسياً، وأنا أعتقد هذا هو الأمر الآن المطروح على طاولة محور المقاومة، مناقشات محور المقاومة والبحث بالأدوات والإمكانيات، انتخابات غير انتخابات. شايفين حتى الإرباك في المعسكر المحسوب على الأمريكيين بلش يحكي بموضوع الامتناع عن الترشح بأصوات عديدة ومنابر عديدة وازنة ولها مكانتها. ففي معركة الآن على العراق بعد ما تبلورت الملامح النهائية لصورتها، لكن هي قلب المعركة الفعلية في المنطقة هذا العراق بالآخر. يعني من يمسك بالعراق يمسك بمعادلات، لذلك عملنا الشام الجديد وعم بيطنطنوا فيه وبيطبلوا فيه، وأنه هالشام اللي بلا شام. يعني نحن المعركة الدرعة هي جزء من هذا كله. يعني بالتالي أنا أعتقد أننا نحن قادمون على جملة من المتغيرات، لكن الفارق هذه المرة هي المرة الأولى بعد سيف القدس. في سيف القدس كانت المرة الأولى التي انتقل فيها محور المقاومة من الدفاع إلى الهجوم، أي أنه هو من بدأ فتح النار، هو من رسم الإيقاع، وأصبح الإسرائيلي في موقع رد الفعل. الآن على مستوى أكبر وعلى مستوى يتداخل فيه الاقتصاد بالسياسة بالميدان العسكري، المقاومة من يرسم الإيقاع، المقاومة تمتلك زمام المبادرة، المقاومة من بدأ الهجوم، وبالتالي ينتقل المعسكر المقابل إلى موقع الدفاع. أنا رأيي هذا سيجري على إيقاع مجموعة من المتغيرات السريعة العاجلة الآن خلال الفترة التي تفصلنا عن نهاية العام: معارك في العراق وسوريا، تصاعد في جبهتي اليمن وغزة وعموم فلسطين، وإيقاع المفاوضات حول الملف النووي بالشروط الإيرانية، والتي أجزم أن الأمريكي سيرضخ لها ويوقع على أساسها، لأنه زيارة بيرنز إلى كيان الاحتلال ولقائه مع قيادات كيان الاحتلال التي مهدت لزيارة بنت الآن إلى واشنطن، مبين تصريح لبيد، هذا أول تصريح من نوعه بيطلع عن مسؤول ذو صفة في كيان الاحتلال. لبيد أنتم بتعرفوا كلكم، يعني أنه هو قائد التحالف مش بنت، يعني بنت رئيس الحكومة بس قائد التحالف هو لبيد. بيطلع لبيد بعد لقاء بيرنز وبيقول أنه لنا كثير من التحفظات على العودة للاتفاق النووي مع إيران، لكن لا بديل جيد لهذا الاتفاق. لا بديل جيد هو الكلام المطلوب، أن يعني هذا ما بيعملوا الأمريكان إلا في الربع الأخير من الساعة، طالما في فرص تملص من الاتفاق وبعدهم عم بيفاوضوا ومش أكيدين من العودة بالشروط الإيرانية، أي بشروط يا سيدي تقبل من إيران، إذا مش واصلين لهذا التقدير، هذي بيروحوا بياخدوا الأوكي الإسرائيلية أو بيحرصوا على إنتاج أوكي إسرائيلية على ما يعتبرونه أسوأ الفرضيات التي تنتظرهم. ليش بدهم يغرقوا ما وجههم أمام الإسرائيليين وما في اتفاق؟ فأنا أعتبر هذه الزيارة ومن بعدها زيارة بنت الآن ما إلهم ولا معنى إلا أن الأمريكي ذاهب إلى الاتفاق بالشروط التي أصرت إيران، اتفاق نووي فقط، ما في له أي امتداد على مساحة أخرى حول الإقليم والصواريخ والطائرات المسيرة وسواها. اثنين، في الاتفاق النووي عودة كاملة عن العقوبات مقابل عودة إيران إلى التزاماتها. وطبعا من هون لا يخلص الاتفاق. الآن يقول بعض الإسرائيليين أنه إيران أكملت الحصول على الكمية
التي تكفي لصناعة أول قنبلة من اليورانيوم المخصب، لكن الباقي يقول حتى نصل إلى الاتفاق ستكون أكمل. فإذا أخذنا هاي أو هاي راح نكون قدام إيران نووية من نوع آخر عند توقيع الاتفاق، وأمام الأمريكي خيار من اثنين: إما تظهير هذا النوع الآخر إلى العلن، وإما التوقيع، وأنا أجزم أنه التوقيع. وبالتالي على خلفية توقيع اتفاق نووي، انسحاب أفغانستان، ضربات في سوريا والعراق، مسار السفن وكسر الحصار في لبنان وفي غير لبنان، التصاعد في غزة وفي صنعاء، أنا أعتقد أننا سنكون أمام مشهد مختلف كلياً على مستوى المنطقة. المقاومة ترسم إيقاعه وترسم ملامحه. لما أخذ مزيد من الوقت أنا أكتفي بهذا القدر، وأشكر متابعتكم واهتمامكم، وإن شاء الله أكون يعني توفقت بتقديم أرضية يمكن أن يؤسس عليها فهم ونقاش لهذا المشهد الجديد. سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا. دقائق، لحظات مش دقائق، وننتقل إلى القسم المخصص للنقاش في هذا المنتدى.